السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو. هذا الفيديو هذا بمناسبه عيد الاضحى، ومبروك عيدكم، مبروك عواشركم، الله يدخلوا عليكم الصحه والهنا. بالنسبه للاجواء والاثمنه والاسعار ديال الاضاحي نشاركها معكم كاملين هنايا، وحتى الاجواء وكل شيء. بالنسبه للاسعار نبداو بهم، اسعار الاضاحي كيبداو من 3000 درهم مغربيه للفوق، يعني 300 دولار للفوق، اضعف واصغر واقل حولي يعني كما تشوفوا الفيديو 3000 درهم للفوق. وبالنسبه للاجواء، الاجواء هنا مختلفه على المغرب، يعني 99% هنا الاجواء ديالهم مختلفه والتقاليد ديالهم مختلفه، يعني كاع ما تقارنش. الاجواء غادي نقولها لكم كيفاش. هنايا بالنسبه للمدينه نهضر معكم، كاين اجواء المدينه كاين اجواء العربيه، واجواء العربيه نقول لكم ها كيفاش، اجواء المدينه ديالها كيفاش. يعني هنايا التوار كيفاش كيبغيو يعيدوا شنو كيديروا، كاينه واحد البلاصه كتخصها البلديه فين كيبيعوا الحواله، وهاد البلاصه اللي كيبيعوا فيها الحواله مباشره كاين حداها جزار وباطوار. شنو كدير انا شنو كدير، كتشري الحوليه ديالك كيعلقوا له مباشره واحد النمره، ديك النمره كتجي لها غدا نهار عيد صباح العيد، كتجي كتلقى النمره والسقيطه الحوليه ديالك معلقه، تبغي ديه بمصارنه وبالدواره ديالو راك تما شغلك هذاك. بغيت تاخذ الحوليه كتجيب السياره ديالك ولا الكروسه كتدي فحالك، ما بغيتش كدي واحد البركه معاك قليله. وكيكونوا الناس اغلبيه ديال الفقراء في تركيا عندهم معروف معروفين هنايا، يعني الدراوش ديال تركيا اللي ما فحالهمش كيقصدوا الباطوار كيديو السقيطه ولا كيديو يعني واحد العدد معين ديال الكيلوات ديال اللحم، ولا كيكونوا جمعيات تمايا كتقول له هذا عطيه للجمعيه الفلانيه او المدرسه الفلانيه. المهم هنايا في المدينه كيتبرعوا بالسقيطه، كيتبرعوا بها الناس اللي ما فحالهمش، هنا ما كياخذوش الحوليه للدار، ومستحيل ان تلقى اتراك كيديو الحوليه ولا كيذبحوا في الدار، هذه ما كايناش. الناس اللي عندهم الجرادي والفيلات يعني هم متشبتين بداك التقاليد والثقافه ديالهم، كياخذوا الحولي كومبلي وكيذبحوه تمايا، ولكن كيصدقوه ما عندهمش ولفاف، انا ما عندهم لا ولفاف لا الدواره لا الكرعين لا لحم الراس. الناس اللي عندهم فين لي سباس بريفي ماشي عام، عام راه مستحيل تذبح فيه. لي سباس بريفي عندك مثلا جرده، عندك فيرما كتقضي فيها الغارات وكتصدق المسائل ديالك. عاوتاني الناس ديال العربيه، الناس العربيه راه ما كيشريوش الحواله نهائيا، الناس ديال العربيه المسلمين ديال تركيا مثلا شنو كيديروا، كيجيو الاعمام مثلا، انت يا عمامك كاملين كيتجمعوا بهم ولادهم وعيالاتهم، شنو كيديروا، كيشريو بقره كبيره كيذبحوها كيقضيو الغرض كياكلوا ما تيسر الله من اللحم، والبقيه كتصدق كامله ما كتبقاش عندهم في الدور في الدار كاع كيصدقوا. هنا عاوتاني كاين واحد القضيه اخرى نشاركها معكم اللي اول مره كنسمعها، مثلا كيتفاردوا ربعه الناس، كتمشي مثلا الكوري كتقلب على شي واحد يشرك معاك، يا صديق يا شي واحد عشوائي، كتقول له هذاك الحولي هذاك النمره الفلانيه انا نعطي فيها قدا مثلا، كيقول لكم 3000 درهم، كنجي نعطي انا 700 درهم، واحد يعطي 1000 درهم، واحد يعطي 500 درهم، كنحاولوا نكملوا 3000 درهم. شنو كنديروا، كنمشيو فحالنا كنقولوا هذاك العيد في سبيل الله شي واحد، كيجي واحد ما عندوش كيدي ذاك الحولي، هذا الشيء، هذه هي الاجواء. يعني هنايا الحولي كيمشي صدقه 100% وكيديروا البركه ما يتيسر الله كياكلوها، والباقي كيقولوا في سبيل الله لله في سبيل الله. الاجواء هي هذه، تقاليد وثقافه مختلفه على المغرب، ممكن نقول لكم الاجواء وكيفاش دايره الامور هنايا. وعيدكم مبارك سعيد، الله يدخل عليكم بالصحه والهنا والسلامه، وتبارك الله عليكم، تشاو.